السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بإذن الله عندنا فطيرة محشية، بصح أنا اليوم ما درتهاش على شكل فطيرة، شوية يابسة. أنا طريتها تقريبا كشغل كل خبز ومعمر كما راكي تشوفي، يعني وصفة ولا أروع. هي في الحقيقة العجينة تعب شوية، بصح الطريقة تاعها والمذاق تاعها اللهم صلي على الحبيب. أول حاجة عندنا كاس حليب دافي، عندنا 3 كيسان نفس العبر تاع الحليب فارينة، عندنا ياورت مسوس، عندنا الخميره تاع الخبز، عندنا الملح، وعندنا سكر لهنايا، وعندنا الزيت ضروري. اول حاجه نحطوا هذاك الحليب الدافي في البيتخه تاعنا، ولا تعجنيها بيدك. معروفه انه العجينه راها ما تشدش اليد. وعندنا 1/4 كاس تاع الزيت، هاوليك الكاس اللي درت فيه الحليب هو اللي درت فيه الزيت. انا لهنا علاه راح نحط الياورت قبل الزيت، لانه الياورت بارد والحليب سخون باش خبزي يخمر لي. يعني ديري الياورت، حبيتي باطا كومبلي، حبيتي تقسمي الباطا على زوج، يعني الباطا الصغيره هذيك اللي عندنا في الجزائر. انا لهنا كي هي كبيره درت لها 3 مغارف، ونخلطهم مليح مليح، عاد ندير عليهم هذاك 1/4 كاس تاع الزيت، ولا 3 مغارف كبار تاع ماكله. عندنا مغيرفه تاع ملح كما راكي تشوفي، وعندنا مغيرفه تاع سكر، يعني نخلط كلش مع بعضه. المهم اكدي باللي كي ديري الحليب سخون حطي عليه ثمثم الياورت باش يدفيه، والخبز تاعك يخمر ويجيك حاجه بالطبع. ودرنا مغرف خميره تاع قهوه، يعني نفس العبال اللي درته انايا، يعني مغرف قهوه ملح، مغرف قهوه سكر، مغرف قهوه تاع خميره، وخلطيها مليح مليح قبل ما تبداي تزيدي الفرينه تاعك. خلص كي تخلطيها مليح مليح، ومعروفة أنه الفرينة ما تحتاجش العجين وما تاخذش الوقت. هاي لك لهنا، أنا فرغت لهنا بالمغرفة كما عارفين باش ما نبهدلش الدنيا. هبطي الفرينة تاعك نفس العبر تاع الكاس تاع الحليب هو العبر تاع الفرينة. واللي عندها يدها بسلامتها تخلط هذاك الشي كلش بلافوي، عادة تزيد الفرينة تاعها وتعجن هذاك الشيء. خصها شوفي 10 دقائق ل 12 دقيقة، خص كي تعجني هذا الوقت. ولهنا سا ديبون فرينة، كاينه فرينه اللي تشرب كاينه الفرينه اللي ما تشربش. انا لهنا نورمالمون كي شفتها شويه ناشفه يا ربي نزيد لها 2 مغارف تاع حليب. انا فلتها لهنا شويه، زودت شويه، جاتني بزاف 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 تتلاصق. كان خصني نزيد لها، نعاود نزيد لها 2 مغارف تاع فرينه تاع ماكله. انتي يا عينك هي ميزانك، انا ما خليتهاش عجنت باش نتاكد باللي مخصوصه حليب ولا لا. كي شفتي نورمالمون نحكم بالمغرف وندير غير 2 مغارف. المهم شوفي على حسب الفرينه تاعك، كاينه اللي تشرب كاينه اللي ما تشربش. ويا سعد اللي طحت فيه فرينه ما تشربش، يعني 3 عبار تاع فرينه بعبار تاع حليب هذاك هو، ما عندك ما تزيدي فيها. مع اللي درتي لها 1/4 كاس تاع زيت، مع اللي درتي لها الياورت، والياورت نقول لكم يرجع الخبز. هذه تقدري ديريها خبز بلا ما تحشيها، كيما هكا كي تعجنيها قرصيها وحليها خليها تخمر، حطيها في الكوشة ولا في المقلة، يعني ولا في الطاجين ولا في ما طيبتيها كخبز، راها تجي اللهم صلي على الحبيب تجي روعة كخبز. نستعملوا هذا النوع تاع الخبز بزاف في رمضان. انا لهنا خليها تعجن باش تلملي مليح مليح كيما قلت لكم. خصني هي نورمال متديلي من 10 حتى 12 دقيقة. انا فلت الزيت، يعني زودت لها الحليب، زودت لها الحليب شويه تعبتني، كان خصني نكونتروليها ما نزربش نروح نفرغ الحليب طول. هاي ليك شوف باقا تتلاصق، ما خصهاش تكون هاك. غادي نزيد لها 2 مغارف تاع فرينه باش تعاود تلم راسها. انا سيت نعجنها بس على بالكم باللي العجين مام يكون هكا معلق ولا مطلوق، كي تكثري عليه العجين راح يتلم. وهذا النوع تاع العجين هكا يا مطلوق يستعمل بزاف في السفنج. هاكم شفتوني كان خاصني نزيد لها شويه فرينه لانها جات بزاف مطلوقه. وعينك هي ميزانك كيما قالك الواحد العبر هو عبر،
خص الانسان كي يستعمل يرتب شويه ويثقال. هاي ديك العجينه تاعنا كيفاه، وكاين اللي ما تقدر لهاش مطلوقه كيما هاك زيدي لها الفرينه اللي حبيتي، حتى ربع كاس حتى نص كاس، اللي ما تعرفش تتحكم في العجين. انا هذا العجين عادي نقدر نلمو، نقدر نشكلو، نقدر لانه راح يرتاح، وكي يرتاح نحلو شويه كشغل نعجنو. لهنا واش ندير؟ جيبي اي نوع تاع ساشي عندك. انا لهنا حندير ساشيه تاع والمارت، ندهن يدي بالزيت باش تعاوني، بسكرها بزاف تتلاصق. ولا ما حبيتيش عجينتك تتلاصق كيما هاك، ديري لها 3.5 تاع فرينه، ما ديري لهاش غير 3.5. انا ما حبيتهاش تجي تقرمش، انا حبيتها تجيك شغل خبز وميم طون معمر من الداخل. اللي عندنا فيه شويه تاع زيت تانيك باش ما تلصقش، بسكاكم تشوفوا فيها كشغل العجينه هذه تاع سفنج ماشي تاع خبز. ونلموها في الساشيه تاعنا وخليها ترتاح، ترتاح على ما ترتاح على ما توجدي العقده تاعك. صديبهم باش تحبي تحبي بالفيونداشي، تحبي بالحوت، تحبي بالبصله والطماطيش. وعلى بالكم باللي الفيونداشي وحاجه محشيه، يعني اي فطيره، اي فطيره محشيه حلاوتها كي تزيدي لها الزروديه والفلفل، هذوك اللي يزيدوا يعني ينسموها. حطيت الفيونداشي تاعي، درت لها غير شويه زيت كيما شفتوا، شويه زيت باش العقده تاعي تجيني ناشفه كي نديرها في العجينه، ما تتحليش ما تتقبليش العجين. لهنا هبطنا الزروديه، الزروديه على ما تشم الزيت، معروفه ان الزروديه كي تقليها ولا تشوحيها في الزبده ولا راها تعطي طعم واحد اخر ولا اروع. هكا ينسمها برك بالزيت غير يدخل فيها هذاك الزيت، نخلطها مع اللحم. وراني قلت لكم ماشي ضروري باش ديري اللحم، يعني اي حشوه عندك. هبطنا عليها فلفل مقطعه، هبطنا عليها حبه بصله، هبطنا عليها شويه تاع ثوم، نغطيها. راكم تشوفوا النار فوق المتوسط، يعني انا كي نغطيها بالزجاج ما نخافش ما تتحرقليش. وعينك عليها، راكي تدوري في الكوزينه تقضي في في قضيه وعينك عليها. على ما تتغطى انا خليتها 3 دقائق وفتحت عليها، نقلب هذاك الشيء كامل. وراها صدقوني راها ما خذاتليش وقت، يا ربي من 7-8 دقائق باش طابت. درت عليها شويه معدنوس، شويه فلفل كحل، شويه ملح. هذوك هما التوابل اللي يجوا في اي فطيره محشيه باش ما تجيش الطعم تاعها قاصح. هاي اللي كنغطي عليها، نزيد نخليها شي دقائق واحد اخرين، خليتها شي 4 دقائق. لهنا عندي زيتون قطعته زدته لها. انت اي اضافه اي حاجه، ولا حبيتي حتى غير بالفرماج، يعني ما ديري لها حتى اضافه. كي تخمل لك العجينه تاعك حليها، عمريها بالفرماج، عاودي سكريها. هذا مكان اي حاجه حبيتي تعمري بها، ولا حبيتيها تجيك يابسه كيما قلت لك. انا خليتها لهنا طريه العجينه تاعي، شفتوها كيفاش تتلاصق. زودي لها الفرينه 3.5 حتى قريبه 4 كيسان الا تحتمت، باش تجيك شويه يابسه وتتقرمش. لهنايا اختياري، انا درت هريسه. انت لا عندك طوماطيش تاع البطا ديري نص مغرف تاع ماكله. عندي انا هذيك اليانه اللي راح نطيب فيها، درت لها الزبده ورشيتها بالفرينه باش ما تلصقليش. هاي ليك الخميره تاعنا، يعني ما خليتهاش حتى تضعفت. يا ربي طابت لي هذيك لاصوص العقده ولا كيفاه، وخليتها بردت شويه. جينا العجينه تاعنا، شوفي كيفاش نضربها، هي راها تتلاصق. نروح معاها من 7 حتى 8 دقائق واحد اخرين بيديا، باسكو انا درتها تتلاصق حبيتها بهذاك القوام. نفرش الفرينه ونحطها في الفرينه، نحيت هذاك المورسو صغير، راني راح نسيي واحد الطابع شريته على الله لا ينجح ولا ما ينجحش. والمرسول الاخر هذا الكبير راح نديرو كشغل خبزه كبيره. حبيتي تحليها بيدك، حبيتي تحليها بالحلال، شوفي هكا كل عجينه بورتوني مفرش الفرينه وباقي تتلاصق في يديا. شوفي هي حتى والتعب شويه في الاول، بصح كي تشوفي النتيجه تاعها راح تقولي تعبها في حقه، يعني لا تعبتي على حاجه
وعطات لك نتيجه مليحه، ريزلت مليحه، هذاك هو الصح. ما تحسيش بتعبها. شوفي انا هكاك ومازلت العجين تتلاصق. لهنا وش ندير؟ نجيب الحشوة تاعي خليها تبرد باش ما تقطع لكش العجين وناشفة. اكيد لازم الحشوة تاعك تكون ناشفة. هاي ليك شوفي كيفاش نلمها كالرزمة. هاي ليك شوفوا العجين كي باقي يتلاصق. عاد كي نديرها في السنيوة تاعي ولا في الشركة راح طيبيها، هي احسن حاجة ديريها في حاجة كيما هذه، مول كيما هذايا. انا هذا في الحقيقة جبته معايا من الجزائر. بون قلبتها ونزيد نعجنها. هاي ليك وقبل وما ديري لهاش دوكا البيض من الفوق، خليها ترتاح على الاقل 10 دقائق حتى ربع ساعه. انا حطيتها ترتاح ما درت لها لا بيض لا والو. العجينه الاخرى ثاني تلصق بزاف، كان عليا نكثر الفرينه باش نقدر نحلها، بس راح نسيي واحد الطابع وعلى الله لا ننجح هذاك الطابع صح ولا ما نجحش نعاودو نرجعو. بس جبتو من امازون، تشري الحاجه تخدمي بها، عجبتك شديها، ما عجبتكش رجعيها. وشوفوا لهنا العجينه، شوفوا كيفاش دايره نباب، الله يبارك، يعني ناجحه 200% ماشي 100%. هذا هو الطابع نسيوه، نقولوا بسم الله. هذه الاولى الثانيه حتى نكملوا العجين تاعنا كامل. وشوفوا الفرينه، يعني الفرينه قد ما تحليها تعاود تتكمش، غير سيحفي معاها ولا تحتمت عاودي حليها بالحلل. انا لهنا هذه الطريقه ماشي ضروريه انت ديريها، يعني انا حبيت نسيي برك هذا الطابع الجديد. شوفي كي حطيتو عاودت العجينه تكمشت لي في وسطو. معليش ربي يجيب الخير. نحطو سنيوه، انا لهنا سنيوه مانيش دهنتها، بس كان سنيوه تاعي ما تلصقش. انت لا عندك سنيوه ماذا بيك، شويه تاع زبده ولا زيت ورشي فوقها الفرينه. نو ما لمليش العجينه، يعني شوفوا كيفاش خرجت مكوره. نسيي واحده اخرى، نبقى نسيي بالك حتى ننجح. شوفي لهنايا نشوف بالك. نزيد نسيو الثانيه. لا لا شوفي كي نسكر من جهه منها الجهه اللي من هيك تتفتح وتتفتح لي العجينه، يعني ما عجبنيش خاصني نرجعو. نزيدو نكملو هذوك ونشوفو كيفاش راح تخرج الريزيلتا. نعم يقطع العجين، يعني بناقص منه الواحد. نشوف الطابع الاخر هاوديك بلاستيك وحديد وما بالك هذايا. ساعك ثاني كي جربته ثانيك نفس الشيء. لا 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 العجينه راكم شفتوا كيفاه مقطعه مفتوحه، يعني بناقص من هذا الطابع بلاش كاع. اللهم الواحد يخدم بيديه احسن. دوك تشوفوا الفرق بين هذا اللي خدمتهم بالطابع وبين اللي الخبزه حليتها بيدي، جات ولا اروع. عاوليك هاي الطريقه التقليديه بالفرشيطه، تجيب الشين وطبع، الله الله عليها. شوفي هاي ليك، ما تعبتني ما عيتني ما تقطعت لي ما هذا طوابع بناقص. نرجعوا لعجينتنا اللي هنا خليتها واحد قريب ربع ساعه لتون اللي كنت ندير في هذوك الخبيزات صغار، ندهنها بالبيض. البيض اللي هنايا انا حليته بمغرف تاع حليب، انت تحبي بالحليب بالخل تحبي بالقهوه كيما تحبي، انا درت لهم غير فتاع حليب. هاي ليك الخبزه تاعي، شوفوا هذه اللي خدمتها بيدي جات ما شاء الله خير من تاع الطابع.
سيرتو هذه تنفع في رمضان للسحور. انا نقولكم ديري الجلجلان، ديري الكمون من الفوق، ديري اي حاجه حبيتي تزيني بها من الفوق، بصح الخبز اللي ديري فيه الجلجلان راه يجي الله يبارك. اللهم صلي على الحبيب. تحبي ديري الساندويتش هاي لك هذه تاع الطابع، شوفي كيفاش خرجت. نو هذه اللي خدمتها بيدي، العجينه اللي بقات هذيك اللي لميت بها، وهذه الخبزه تاعنا اللي حليتها بيدي، شوفي الله يبارك كيفاش جات تسخف. هاي ليك شوفي من تحت الله يبارك. شوفي دوك نزيد نقطعها تبان لك من الداخل. المهم انت اللي حبيتيها فطيره يابسه زودي لها الفرينه، حبيتيها كشغل كي نفتحها دوك تشوفي جايه من تحت كشغل يابسه، ومن الفوق كي الخبز يعني الله يبارك وخلاص. نتمنى انك تجربيها وتنجحي فيها. هاي ليك الله يبارك. تنمو لي كيفاش جاتها الشيشه قاعده تهرب وحدها من الطبسي، يعني تزلق غير وحدها. هاي ليك شوفي شوفي الله يبارك. والطعم والله ما نحكي لكم، يعني طعم ولا اروع. هاي ليك الشكل النهائي تاعها. ان شاء الله يا ربي تجربوها وتنجحوا فيها وتاكلوها بالصحه والهنا، ويا ربي هذا الفيديو يلقاكم على خير وبخير، والمرة الجاية إن شاء الله.